هذا قلت لك أنا الهدف يعني هذا هو المنطلق للحزب، هذا هو الهدف تاع الحركة الإسلامية، وهذا هو الهدف تاع تكوين الحزب. لم يكن عندنا الهدف أننا نوصل إلى الحكم باش نحكم في مكان هذا الناس. أنا ما كانت عندي هذه الصورة. حتى عباسي وعلي بن الحاج ما كانش عندهم هذا التصور؟ علي بن الحاج ما كان عنده هذه الصورة، متأكد من هذا الأمر؟ أستاذ مراد كانت عنده رؤية بأن نقوم بالإصلاح. بعد الممارسة والانتخابات البلدية والفوز الجبهة وبدت معنا الأمور، معنا بأن جبهة الإنقاذ هي المرشحة أن تأخذ كل الحكم، بدأت معنا الأطماع معنا عند بعض من الناس، أطماع سلطوية معنا تظهر.